لم يرعاك الله أن من أسماء الله الحسنى الرقيب، أي المراقب المطلع على أعمال العباد الذي لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. والله أيها الأحبة، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيتين لكفت لمن استشعر عظمتها وأدرك معناها. ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، الذي يراك أينما كنت ويعلم ما تخفي وما تعلن. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت أنت يا من جلست أمام هذه المشاهد الفاضحة وترى الرجال والنساء يرتكبون الفواحش المغلظة بكل تفسخ ومجون بأبشع صورها وأفضح مناظرها، فالفطر السليمة والأعراف المستقيمة تستنكر هذا، وأنت تتلذذ بالنظر إلى هذه الأجساد الفاضحة، والله جل وعلا من فوقك مطلع عليك، يرى حركاتك وسكناتك ويرى عيناك، نعم عيناك هما تحدقان بهذه الفاحشة، وسمعك هو يتمتع بأصوات البغايا، وأنت غافل أو متغافل عن رقابة الله لك وشهود الله عليك، ومنها جوارحك التي ستشهد عليك يوم القيامة، يوم لا تخفى على الله خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، عندها تتكلم الجوارح. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيخاطب المرء جوارحه، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما يا عين تشهدين؟ لما يا سمع تشهد؟ ولكن الجواب أعظم، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وذلك كله في مشهد لا مثيل له، فرحماك بنا ربي. إذن أين استشعار شهود الله عليك؟ أين استشعار رقابة الله تعالى لك؟ أين الحياء من الله يا هذا؟ ألست تستحي من أن ترى هذه المشاهد أمام الناس أو على أقل تقدير عند أمك وأبيك أو بعض أهلك؟ فمن أحق بهذا الحياء بالله عليك؟ أعتقد أن الجواب واضح، الله أحق ولا شك. فتذكر اطلاع الله عليك، وإن أغلقت دونك الباب وأزلت على نافذتك الستار واختفيت عن أعين البشر، تذكر من لا تخفى عليه خافية، تذكر من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، جل شأنه وتقدست أسماؤه. نعم، إن الذي خلق الظلام يراني، الأمر خطير والاستمرار عليه أخطر، فحكم هذه المشاهد الساقطة والمقززة لأصحاب الفطر السليمة إن صح التعبير محرمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فإن الله جل وعلا قد حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات أو مخالطتهن، ولو لم يكن في ذلك شيء من الفاحشة. ومفاسدها عباد الله كبيرة على المرء في الدنيا والآخرة، فمن ذلك أنها دعوة صريحة إلى الفاحشة، وأنها تذهب المروءة وتسقط العدالة، أيضا تجعل الإنسان ينظر ليس فقط إلى عورات النساء بل وإلى عورات الرجال المغلظة، أيضا تفسد الفطرة السليمة والأخلاق الكريمة، وأيضا تذهب الغيرة وتقتل الحمية في النفس، وهذا من مفاسدها العظيمة. أيضا الاستمرار عليها يفضي إلى ما هو أشد حرمة، كذلك من طلب أوضاع محرمة كالجماع في الدبر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر. أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه. أيضا أثبتت الدراسات النفسية أن من يشاهد هذه الأفلام الإباحية والعياذ بالله سأثر نظرته للعلاقة الجسدية، ولا يحصل على الإشباع الذي يحصل عليه من لا يشاهد هذه الأفلام. أيضا من المفاسد النفسية أن المدمن لهذه الصور ينتهي به الأمر إلى عدم الاستجابة لصور عادية، بل يبحث دائما عن الصور الأكثر شذوذا عن العادة، حتى يصل به الأمر إلى أن زوجته لا تثيره جنسيا ولا تحرك فيه شيئا وإن كانت أجمل الجميلات. وأيضا من المفاسد النفسية الشعور بالاكتئاب والعصبية في المزاج وسرعة الغضب والشعور بصداع شديد ومتكرر. أيضا من المفاسد انخفاض مستوى التركيز مما يضعف الذاكرة ويجعل عملية الاستيعاب بطيئة جدا، كما تجعل الشخص كثيرا وأكثر عرضة للنسيان.
أيضا من المفاسد أن الأفلام الإباحية تسبب الأرق وقلة النوم والسرحان الدائم نتيجة للانشغال بتلك الأفلام. أيضا من المفاسد الشعور بالإرهاق والخمول والكسل والميل للعزلة والبعد عن الاجتماعات الأسرية، ومفاسدها كثيرة أعظم من أن تحصر في هذه النقاط. نسأل الله عز وجل أن يعفو عن كل مبتلى مسلم. نسأل الله عز وجل أن يطهر شبابنا وفتياتنا، وأن يرحمنا في زمن كثرت فيه الفتن وضعفت فيه الهمم وأصبح فيه المرء تابعا وعابدا لشهواته. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة ويجزي كل خير من نشرها وسعى فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.